ألعاب العقل هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا. ارقد 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 ارقد، خف روحك وخلي روحك تغطس في النوم وتزيد تغطس في النوم. خويا وش راك؟ لاباس. واسمو الاخ؟ واسمك خويا؟ واسمك؟ واسمك؟ بياض محرز. كي كنت صغير كنت تحس بلي عندك هذاك التواصل؟ اكيد، يعني هذا يعني كحاسه سادسه، اي واحد هنا يقدر تقرا افكاره. حاولي مره اخرى، عاودي ديري يعني ليدي. اوكي، الرقم اللي تخمي فيه هو 2. برافو. صافي، عندنا رقم 10، عندنا اورو، عندنا ولاعه. هنا ولاعه. شحال الورقه اللي اخترتها؟ 10. جاتني وحده قالت لي عنده مشكل الطفل تاعي هنا من الجزائر العاصمه، قالت لي عنده مشكل في الدراسه. كي بديت نشخص لقيت باللي هذاك لونفون يشوف عندي يشوف شاف ان فيلم سمو كلونتيور، وكيما ما تقدرش تعرف تشخص باللي وليدها ماشي يروح الصانيتر، حسبها باللي حاجه عاديه تكون في الاطفال. نجربوا لعبه مع الجمهور المشاهد هنايا، نطلب منهم انه يخيروا ورقه من هذو. نقول لكم مشاهدينا انه تذكر انه افكارك تصنع الواقع تاعك.